مصر قبل دخول الإسلام. طبعا كلمكم الدكتور خالد عن مدينة الإسكندرية وكيف صارت وأصبحت الإسكندرية. بل مصر كانت ولاية تتبع الدولة البيزنطية في بيزنطة في القسطنطينية اللي تحولت بعد كده وبقت إسطنبول. طيب ظهر الإسلام في الجزيرة العربية. الجيش الإسلامي أيام الخليفة عمر بن الخطاب جزء من الجيش الإسلامي كان بقيادة عمرو بن العاص. كان فين الجيش ده؟ كان في بلاد الشام. طب يحصل إيه؟ عمرو بن العاص راجل دقية، راجل ذكي، يعرف مصر وأهمية مصر، وعلشان كده فكر إن يفتح مصر. ليه يفتح مصر؟ تفكير عمرو بن العاص زي الإسكندر الأكبر، زي البطالمة، زي أي حد. من يستولى على مصر استولى على المنطقة كلها. لا أنا بقول من يستولى على مصر استولى على العالم، نظرا لما تتميز به مصر من موقع استراتيجي ونهر النيل. وما تخافوش على نهر النيل، ما تخافوش، التاريخ بيقول له وحضراتكم عارفين الكلام ده. عمرو بن العاص وهو وثني قبل ما يخش الإسلام كان بيشتغل بالتجارة، وعشان كده دخل مصر وهو وثني، وكان بيتاجر في مصر وعارف الطريق إلى مصر. ما علينا، استأذن الخليفة القائد الأعلى عمر بن الخطاب إن يفتح مصر، وخرج الجيش من الشام بعد ما استولوا على بيت المقدس وتوجه إلى مصر. الطريق اللي سلكه عمرو بن العاص هو الطريق بتاع حورس، هو الطريق بتاع رحلة العائلة المقدسة، هو نفس الطريق للدخول إلى مصر، ألا وهو الطريق الساحلي. أنت جاي من بلاد الشام يبقى على إيدك اليمين البحر المتوسط، هيخش العريش، ومن بعد العريش هيحتفل بعيد الأضحى. حضراتكم لو رحتوا العريش، في بلد قبل العريش اسمها المساء عيد، لأنه هو خطب للجيش وقال لهم افرحوا بكرة العيد، وكان عيد الأضحى. بكرة العيد؟ لا ما قالش بكرة العيد، قال المساء. بكرة بقى المساء عيد، ودي البلد اللي اسمها المساء عيد اللي هي جنوب العريش دلوقتي. دخل عمرو بن العاص مصر من المساء عيد، وساب أول ما وصل الفرمة، الفرمة اللي هي دلوقتي هنقول شمال شرق، لا شرق بورسعيد اللي هي بور فؤاد دلوقتي الجنب الثاني، ما كانش فيه قناة للسويس. هناك بدأ عمرو بن العاص يقول لا أنا هسيب الساحل وادخل شوية كده في الصحراء. العاصمة هي الإسكندرية. ومن الذي كان يحكم مصر؟ كان المقوقس أو قيرس نيابة عن الإمبراطور هرقل أو هرقليس زي ما بيقولوا. إيه اللي هيحصل؟ عمرو بن العاص دخل الصلحية، ومن الصلحية طبعا هو داخل على فكرة عمال يقابل جنود بيزنطيين وعمال يقاتل في البيزنطيين. بس خلي بال حضراتكم دور أهل مصر إيه؟ أهل مصر أو القلة اللي قابلوه من أهالي مصر كانوا بيرحبوا بعمرو بن العاص للترحيب، علشان الاضطهاد اللي كان موجود أيام الدولة البيزنطية، وهو الاضطهاد المذهبي. وزي ما الدكتور خالد قال كان في اضطهادين، اضطهاد وثني قبل انتشار المسيحية، واضطهاد مذهبي بعد انتشار المسيحية. ما علينا، دخل عمرو بن العاص وقال أأمن ظهري. يعني ايه أأمن ظهري؟ اتجه، خلي بالكم عشان الكلام ده بكرة، بكرة ايه أأمن ظهري؟ قال لك افتح واستولي على حصن منيع جدا في منطقة مصر القديمة، ألا وهو حصن بابليوني اللي هنشوفه بكرة بإذن الله. ليه؟ قال لك ما هنا لو جاي المشوار ده كله واجه على الإسكندرية ممكن تيجي مساعدات من حصن بابليون، يبقى أنا بفتح إسكندرية وظهري مكشوف، يبقى بتضرب من ورا. المهم نجح عمرو بن العاص في أن يستولي على حصن بابليون، والكلام ده كان سنة 639 ميلادية.
حط بفوسطاته من الشمال من الحصن بعد ما فتحه، يعني نصب الخيمة بتاعته وبدأ يعد العدة لفتح الاسكندرية. مشى المشوار بتاعنا ده، يعني عدى النيل زي ما حضراتكم انتوا في الجنب الغرب من النيل، وبدأ يمشي في الطريق بتاع وادي النطرون الى ان وصل الى مدينة الاسكندرية وفتح مدينة الاسكندرية. بفتح عمرو بن العاص للاسكندرية العاصمة يبقى استولى على مصر. ما تقوليش بقى الصعيد وبلاد النوبة كل ده هيفكر فيه ويبدأ يفتحه.